أصواتكم للأمام 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 يا كتائب القسام يا كتائب القسام للأمام 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 يا طوفان الأقصى دور يا طوفان الأقصى دور تسقط دور الاستكبار تسقط دور الاستكبار نبارك هذا الطوفان نبارك هذا الطوفان في تحرير أمر الأوطان في تحرير الإنفاق في سبيل الله للتصنيع العسكري كتب الله أجركم في السيارات المحددة بارك الله لكم هذه صواريخ قرن من تغيضنا من الحواميم جاءت والطواشين رأت جهنم منها رشقة ذهلت قالت لمالكة هل أخرجت مخزوني أجاب هذه صواريخ مصنعة يا نار من غضب الشعب الفلسطيني تنهي حسابات ثارات مؤجلة ولن تزل تتقاضى دير ياسيني نبقى الآن ومع البيان الجماهيري ومع الأخ علي الشرفي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب الشهداء وناصر المجاهدين قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا والحمد لله رب العالمين قاسم الجبارين وقاهر المستكبرين وناصر المقاومين المجاهدين في سبيل الله وناصر المستضعفين والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وقدوة المجاهدين وعلى آله الطاهرين وارض اللهم عن صحابته الأخيار المنتجبين وبعد إنه فجر فلسطين ويوم السبت هزيمة اليهود المحتلين وزمن إذلال إسرائيل بعد تماد طويل في الاحتلال وارتكاب المجازر واعتقال الأسرى وانتهاك المقدسات وهدم المنازل والعالم قد أدمن عربدة إسرائيل وآخرون من ضعفاء المنطقة وعملاء أمريكا ذهبوا زحفاً للتطبيع مستسلمين أمام قوة إسرائيل المزيفة